بتحبوا مصاصات تشوبا تشوبس والمقالب المضحكة؟ يبقوا شوفوا مقالب تشوبا تشوبس المضحكة معانا في الفيديو الجديد. أنا هفتح الباب. واو، ده طرد أحلامي، كرتونة كاملة من تشوبا تشوبس. أوه أيوة، خلينا ناكل كمية كتيرة منها على قد ما نقدر. كلاس البيولوجي، موضوع الحصة هو تركيب الهيكل العظمي للإنسان. حاجة ما تتصدقش، العظام مثيرة جداً للاهتمام. بيني بتمضغ قلمها الرصاص وده مزعج جداً، مش قادرة استحمل الصوت ده. أنا هحاول أساعدها إنها تبطل العادة دي. اتفضلي امضغي العظمة دي. هناخد قالب سيليكون شكل عظم صباع، هنصب لون طعام في كراميل سايل ونخليه يكون شكل العظمة. هنصبه في القالب ونخليه يجمد وبعدين هنخرجه منها. الكراميل بقى شكله شبه عظمة حقيقية. مين كان يفتكر ده؟ أوه إيه ده؟ صباع هيكل عظمي، عجبك طعمه؟ هون أبيتي. هاي فايف، هيكل عظمي بالكراميل. يا شباب سيبوا الهيكل العظمي ده في حاله. المدرسة نسيت نظارتها، دي فرصة ممتازة لعمل مقلب حلو فيها. هننضف عدسات النظارة ونصب كراميل شفاف دايب عليها من فوق ونسيبه يجمد. مساء الخير يا كلاس، خلوني ألبس النظارة بتاعتي. استنوا، أنا مش قادرة أشوف أي حاجة، العدسات مش واضحة خالص. استني أنا هساعدك تلاقي حل، ودي طريقة هايلة لتنظيف نظارتك. الحسيهم كده وبس. إيه؟ العفو. ها برافو عليك، ده مقلب هايل. المقلب كان فعلا هايل، لكن العقاب لا. انا مش هاكل نظاره المدرسه تاني ابدا. لكن مفيش حد قال ان انا مش ممكن ابطل اعمل مقالب. انا هبدل التباشير العادي بالكراميل. طلاب استعدوا، خلينا نشوف مين الاقوى. كلكم تعالوا هنا. مفيش كاندي تاني في الفصل، كل انواع الكاندي هتتصادر. انا هفتش. اوكي وادي كاندي بتاعتي. طلع كل قطع الكاندي بتاعتك. واو، انت عندك مصنع تشوبا تشوبس موجود هنا. هي يا طلاب، الكلام ده ينطبق عليكم كلكم، مفيش كاندي فصلي. صعب جدا ان انا اقول لكم باي باي. باي باي يا قطع تشوبا تشوبس الحلوين. ايوه سيب كل قطع الكاندي بتاعتك هنا. يا ترى اي شخص هيحتاج كميه الكاندي الكبيره دي ليه؟ تحبي تاكلي تشوبا تشوبس؟ شكرا، لكن لا شكرا، زي ما تحبي. اكتبوا موضوع الحصة. يا تباشير الكراميل استعد. 3 2 1. ايه الدوشة الرهيبة دي؟ هناخد قالب سيليكون مستطيل، هنضيف لون طعم ابيض لكراميل سايل، هنخلطهم ونصبهم في القالب، هنسيبهم يجمدوا. عملنا تباشير بالكراميل. مين بيضحك؟ انت تعال هنا. اكتب موضوع الحصة. استني ثانية، انا بس هدوق التباشير. ده مقرمش بالطريقة اللي بحبها بالظبط. خلاص كده، الطلاب دول طبعهم غريب جدا. انا ماشية، انا عمري ما هاجي هنا تاني. انا خلاص اكتفيت. عيد ميلاد سعيد يا ألين. هاي ده ليك موبايل، مش مصدق، أنا كنت بحلم بيه. فين أدل؟ ألين ساذج جدا، ما عندوش أي فكرة إن الموبايل معمول من الكراميل. هنضيف صورة موبايل مطبوعة في جراب موبايل سيليكون ونغطيها بكراميل أسود دايب. هنسيبها تجمد. أدل شوفي أنا جالي إيه هدية عيد ميلادي؟ موبايل جديد. يا شباب انتوا هايلين. وبس انا وقعته. ما تقلقش،
موبايلي كسر. ده مجرد كراميل. فعلا هو كده. يامي. موبايل تاني بكراميل. بام، ده كان موبايل حقيقي. انت عملت ايه؟ شكرا يا ألين. خلينا نشوف ايه نوع تشوباتشوبس اللي لسه ما اكلتهاش. الفراوله تقليديه. وايه دي؟ واو، عينيا، دي تشوباتشوبس ذهبيه، دي نادره جدا. هاي ادال، ايه ده؟ انا مش بستسلم بالسهوله دي. عايز تتخانق؟ ايوه. هننفخ كوره ونلفها بالطول ونضيف فيها عصايه من تحت ونثبتها بلزق. هلفها بورق هدية عليه لوجو تشوبا تشوبس. سلاح تشوبا تشوبس بقى جاهز. الكسبان هيفوز بتشوبا تشوبس الذهبية. يلا نبدأ المعركة. مورتل تشوبا تشوبس. ضربة. ضربة تانية. نصر. هاي، تقدر تاخدها. وادي جايزتي، انا هفتحها. فلات بينزل من السما علشان يشوف اللحظه السحريه دي. ايه دي؟ قطع جنزبيل على العصايه. ازاي ده؟ ايوه جنزبيل. انا نزلت هنا علشان ولا حاجه. عايزه حته. انا هبدا بغسل اسناني. شويه معجون اسنان. اوه لا، انا هبدا بدخول الحمام الاول. اها، مفاجاه صباحيه بكراميل مستنيه شخص هنا. هنصب كراميل ابيض دايب على حصيره سيليكون. هنعمل منه رول. ونضيف خطوط بماركر اكل علشان شكلها يكون شبه معجون الاسنان. ونغطيها بالسيرب ونثبتها فوق شعيرات فرشة الأسنان. دلوقتي أنا ههتم بأسناني. أوه، دي ريحته شبه الكراميل وطعمه شبه الكراميل. يامي، أنا عايز تاني. أوه لا، يو، ده مقرف. أنا عملتها فيك، دلوقتي اضحك. عينيا، أنا كمان مش بقضي يوم صبح حلو خالص. أنا بحب أفلام الرعب لكنهم مخيفين جداً. أدال، في حاجة دخلت في عينيا. هنخرج قطعة تشوبا تشوبس من الغلاف بتاعها ونضيفها في كيس بلوك ونكسرها بنشابة فرد. هناخد جامي كاندي شكل العين ونغرس فيها عصاية تشوبا تشوبس ونرجع الغلاف عليها تاني. أدال اصحي. أدال، واضح ان افلام الرعب بالنسبة لك مش حاجة سهلة. هي جرالها ايه؟ في كاتشب على شفايفك. انا ما شفتش ده. في ايس كريم هنا. ملاحظة، اوعى تلمسه. أنا ما بعرفش أقرأ، مفيش حد هيلاحظ إنه اختفى أصلاً. ده حلو جداً. وقت الآيس كريم. ده فاضي؟ ألين أكل كل حاجة تاني، أنا هعلمه درس عن أكل وجبات الناس التانيين. هنصب كراميل أبيض في قالب سيليكون شكل سنة. ونسيبه يجمد ونطلعه. هنضيف الآيس كريم في بولة آيس كريم. ونضيف سنة الكراميل في الآيس كريم. أنا هسرق الآيس كريم في وقت ما حدش شايفني. وادي الملاحظة الغبية دي. هاي يا سناك. أوه، إيه ده؟ سنة؟ هي دي جت منين؟ هاي ألين، يا ترى الآيس كريم لذيذ؟ اجري اجري، أخيراً أخدت بولة الآيس كريم بتاعتي. أنا آسفة جداً على التأخير. انتي شكلك عامل كده ليه؟ مفيش كهب عالي في الفصل. انتي وقواعدك تاني. طيب انا هقلعهم.
أنا حتى لسه ما فطرتش أصلاً. أوه إيه؟ يامي، خصوصاً السنون. هنستخدم قالب سيليكون شكل كعب جزمة ونصب فيه كراميل أحمر. نعمل شوية كراميل ذهبي باستخدام تراب لؤلؤ للأكل ونصبه في قالب سيليكون شكل سنون. هنخرج الكعب الجامد برا القالب. هنستخدم سيرب الردة لتثبيت الكعب في الجزمة المكسورة، ونضيف السيرب في الكعب العالي ونثبت سنون الكراميل. خلاص كده، أنا خلصت. أنا هطلب المديرة. يا مديرة بصي بنفسك، إيه التصرف ده؟ مين رمى الورقة دي؟ ابعدي كعبك عن المكتب. ورقة تانية من مكتبك وهتصل بأهلك. آسف يا مديرة، اتفضلي واحدة كندي علشانك، لكن بلاش تزعلي مني. هنصب كراميل أزرق دايب في قالب سيليكون شكل جوهرة، هنسيبه يجمد ونصب سيرب للتشوبا تشوبس ونثبت الجوهرة كراميل. هنغطي الكندي كلها بيها. أوه دي بتلمع جدا. أنا لازم أمشي، لكن أنا لازم أراقبكم. تفتيش، في إيه في الدولاب ده؟ مساء الخير يا مفتشة. يا مديرة، أنتي شفتي أسنانك؟ أوه ياكس، دي حاجة مش مقبولة بالنسبة للمديرة. أنا أكلت كمية كندي كتيرة جدا، وأنا كمان آخر واحدة تشوفا تشوبس. حاولوا تاخدوها. هاي لا، مفيش عندنا أي طاقة فاضلة. يا ترى عجبكم مقالبنا بالتشوفا تشوبس؟ يبقى قولوا لنا في التعليقات ايه اللي حبيتوه أكتر، تباشير الكراميل، جزمة الكراميل، ولا معجون الأسنان؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي مقالب مضحكة جديدة بالكراميل من تروم تروم.